يسعد صباحكم. عن جديد، السيدات خلال فترة الحمل وحتى بعد الولادة والإرضاع بيصير عندهم وزن زائد. هذا الموضوع طبيعي يا نور إلى حد معين، ولكن لما يتجاوز هذا الحد بيصير مزعج للسيدات. هذا الموضوع ما بيوقف بعد الولادة، بالعكس ممكن أنه يزيد خاصة بفترة الإرضاع. وبيقولولها للمرضع كلي قد ما بتقدري، كلي انت مرضع، كلي عنك وعن البيبي. تماما، وهي النقطه اللي بيقعوا فيها السيدات والغلط اللي ممكن يقوموا فيه. لهذا السبب اليوم رح نخبر الامهات عن روتين غذائي مناسب بيساعدهم يحافظوا على صحتهم وبنفس الوقت يقللوا من وزنهم. وهي التفاصيل رح نتعرف عليها مع اختصاصيه التغذيه الدكتوره ثواب الغبره. يسعد صباحك دكتوره، اهلا وسهلا فيك. صباح خير دكتوره، يسعد اوقاتك. بدايه سؤال قبل ما نفوت موضوعنا، مظبوط انه بتقدر المرأة الحامل تتبع نظام غذائي تحافظ فيه على وزنها خلال حملها، ولا لا منقلها انت خلصي الحمل وبعدين نحن بنستلمك اختصاصية التغذية؟ والله اذا كانت هي بتعرف وبتفهم وبتحاول انها تحافظ على جسمها من اول يوم بتدرى في انها حامل، لازم تقلب حياة نظام الغذائي رأساً على عقب حتى ما تصير هالخلايا الدهنية عم تتركز إنها معها بالعمر كله. من أقوى عتبات السمنة عند الأنثى هو الحمل والإرضاع، لا بل الإرضاع أقوى من التبعات الحمل. هرمونات اللي بتضخ بالأنثى بفترة الحمل هو البروجسترون. يعني أنا ما بقدر أقول لك يعني قديش بيعمل احتباس سوائل بجسمها للأنثى. هلأ إذا زادت نسبة زيادتها كانت وزن جنين ونسبة دهون لا بأس فيها، بس النسبة الأعظم بزيادة فترة الحمل هي سوائل محتبسة حتى تحمي الجنين من منطقة عندك ياها الارتدادات تبع حركة الأم. غير إنه هذا الحكي في هرمون عندي ياها بيضخها باحتباس السوائل، تلاحظ رجليها انتفخت، هالأمور هيك كلياتها. فترة الإرضاع لا، الهرمون اللي بيزيد نسبة الدهون هو الأكثر، لأنه هلأ المسيطر هو صناعة الحليب. فنحن اللي بدنا نروح نعمل نشتغل على الموضوع تبعنا. نحن اليوم ما رح نحكي عن الحمل، لأنه الهرمون المسيطر هو بيكون البروجسترون، كيف خفف توزن وزيادة الوزن فترة الحمل. هنحكي عن هرمون البرولاكتين، كيف إني أنا خليه يشتغل للحليب بس ما خليه يشتغل لاصطناع خلايا دهنية جديدة لجسم الأنثى المرضع. إذا حمت حالة من هالشغلتين هدول هي عدت بسلام من أكبر عتبة سمنة ممكن تشوفها تمام بحياتها. تماماً، مثل ما قال ورد أنه بيقولوا لها بفترة الحمل أنت في بطنك جنين وأنت لازم تاكلي عن اثنين، وهون بيزيد الوزن أكثر. أنا كيف بدي أكل بطريقة صحية أعطي جنيني الغذاء الصحي بنفس الوقت أنا ما أسمن، وإذا اشتهيت أكل؟ بالضبط، يعني هلا حتى هاي الهرمونات لا تستهان فيها. صحيح، بشي عملية زيادة والشهية هلا لها تأثير حتما على الشهية، لكن هاي إنك تاكلي عنك وعن الأنثيين بفترة الحمل والإرضاع إني أنا غذي دم الأنثى مو غذي خلاياها الدهنية. أنا يطلع حليب مغذي، مو أنا ربرب أنا حتى حس حالي إني أنا بلشت غذي الحليب. الدهن لا يغذي الحليب، هذا أهم شيء. الفكرة الأساسية حتى ما نطيل ونبلش بالوصفات بسرعة، أول ما تتولد الأنثى إن كانت ولادة طبيعية الحمد لله على سلامتها، إن كانت ولادة قيصرية أول شيء ما منقرب عليها ولا على أي وصفات غير إنه بعد وصفات الأطباء، لأنه بده يكون عندي أول شيء فترة حمية غذائية على السوائل لإخراج الغازات من البطن لأنه فتح بطنها للقيصرية. صحيح. الشيء الثاني على جرح ما منقرب تبع القيصرية ليسمح لنا الدكتور نبلش نحكي نتعامل مع جلد البطن وعضلة البطن لا بتمرينات رياضية معينة وهالأمور هيك كلياتها. نيجي للأنثى اللي ولدت بشكل طبيعي، أول شيء بنصحها إنه تبعد عن أي شيء اسمه ماء بارد حتى لو كان الدنيا بنص أب. يعني ماء بارد ممنوع لأي أنثى مرضع، بدها تشرب ميتها فاترة، وإذا بدها تتخلص من الدهون فتتعود على المي الساخنة فترة معينة. هي من أكثر الأشياء التي تطرد دهون الحمل بفترة الحمل وبتطرد الدهون بفترة عندياها فترة الإرضاع. طب القيصرية كمان لازم ما تشرب مي باردة؟ العصائر بعد ما تخلص هن بيعطوها حمية على العصائر. صحيح. بعدها بتبلش على الشوربات والشغلات السائلة لبين ما يصير تتحرك الأمعاء تبعها. فبعدها عندك ياها بتفوت، لأنه حمية القيصرية حمية خاصة إن شاء الله من الشحبي
فترة لاحقة حتى ما نطيل، لأنه بعد فترة معينة 20 يوم بتوحدوا الأنثى. خلينا نحكي كمان اثنين لأنه أغلب الولادات قيصرية. طيب نجي منقول بعد الحمل عندك يا والولادة القيصرية بيصير عندي حمية سوائل، بعدها بتصير مرحلة العصائر اليوم الثاني والثالث، بعدها بتبلش شوربات خفيفة، شوربات خضار مع مرق دجاج كثير رائعة، بنحط لمرق الدجاج شوية قرفة لإدرار الحليب. الأنثى اللي عندها قيصرية أبدا ما بتحاول تربط بطنها ليخلص الجرح والتئم، الأنثى اللي ما عندها مشكلة بالولادة الطبيعية فورا تبلش على المشد. مدة المشد مين عندي إياها 3 ساعات ربط يعني وضع البطن، ساعة لراحة مشان الكلاوي تتحرك وما تنزعج عنا. ربط البطن للأنثى اللي ولدانة الطبيعية جدا شيء مهم حتى ما تعاني من ترهلات بعد الولادة. أنا معها جدا بهالنقطة هاي، بس طبعا مع استشارة الطبيب بهالنقطة هاي. يعني القيصرية لا لا يسمح الدكتور يقول أوكي. الفكرة الثانية اللي بيهمني أمرأة الماء الساخن. الشيء الثاني اللي بيهمنا أمره إني عنا يا مشروب كانوا أهل أول ياخذوه كتير، هو مشروب القرفة والزنجبيل وحطوه مع ماء ساخن وحطوا له كمان مثل محلب ما بعرف بيسموه كتير. هذا المشروب رائع لتخليص الرحم من شوائب الدم الفاسد اللي جاي على البطانة وإخراج دم النفاس بأسرع وقت ممكن. اللي بيهمني أمره إنه في مشكلة فترة اللي بعد بفترة الأرضاع هرمون البرولاكتين وهو معاكس لهرمونات الطمس الشهري اللي هو بيخلي جسم بعض الأنسجة تستفيد عليه تتكاثر الخلايا الدهنية بسرعة أكثر من غيرها. فهون نحن شو بدنا نساوي؟ أنا بدي أخلي البرولاكتين شغال، ما بدي أقطعه مشان ما ينقطع الحليب، وبنفس الوقت بدي إياه ما يأثر على النسيج الدهني لأنه في نسوج بتتفاعل معه بالزيادة وفي نسوج الأرضاع بيدوبها أكثر. بس نسبة الشرق الأوسط النساء تبعنا كتفاعلها 70% ل80% بالضبط، الأرضاع بيزودها أكثر من فترة الحمل. هلأ أي الوصفة أنا بالنسبة لي كيف أنا بخلي البرولاكتين يشتغل على الحليب أكثر ما يشتغل على الخلايا الدهنية هي الوصفة. بنجيب جرستين بقدونس بنضربهم بالخلاط مع عصير نص ليمونة ونحليها بنص موزة، مشروب رائع جدا لتنحيف البطن بنفس الوقت لإدرار حليب رائع جدا. بقدر موز وبقدونس وعصير ليمون. هلا بيقولوا الليمون ممكن لا اطلاقا ما دام في موزه محليتها ما بتتقبض الخلايا اللبنيه، بالعكس البقدونس بيدرج كثير الحليب، بيسطح البطن، بيحسن الهضم، بيرفع حديد الدم بشكل رائع، بيطلع الحليب غير انه مغذي في معادن وحديد بيغذي البيبي بشكل كثير كبير. حتى بتلاحظ انه ابنه ما عاد بلش يصير له غازات بالبطن، فكتير بيهضم ورائع جدا بهالقصه هي. اي انثى مرضع ما بتقرب على العصائر البارده، ما بتقرب على الماء البارد المثلج، مثبت للخلايا الدهنيه بطريقه كثير طبيعيه، عرفت تتعامل مع المشروبات الساخنه حتى لو الجو حار، الشاي الساخن مع القرفه، المشروبات اللي مع القرفه مع الزنجبيل رائعين جدا. وحتى بيطردوا دم النفاس بسرعه بشكل رائع. بيحم بالحمل ما بصير ناخذ زنجبيل وبقدونس؟ هلا بقدونس ممكن فيك تاخذه مع سلطه، لا زنجبيل ولا قرفه لانهم هن من النباتات المطمسه، لكن هي بتستفيد منهم جدا بفتره الارضاع وابدا ما بياثروا على ادرار الحليب. هلا لنفرض انه هي حست كميه الحليب قلت، فورا ما تتجه لشيء اسمه مواد دسمه وهالامور هي كلياتها. 3 أشياء بتكثف الحليب وبتحافظ على وزنه بشكل كثير رائع هو مرق الدجاج او مرق اللحم، او مرق الدجاج اذا كان اللحم كثير هي، او مرق عظم اللحم، هذا كثير بيدر الحليب ونفس الوقت ما بيزود الوزن. مو ضروري يتاخذ معه شيء محطوط فيه شيء، لا هو لحاله مرق الدجاج تنشرب هي ساخنه، نحط لها عودين قرفه، بنحط لها كبش قرنفل، ما في اي مشكله عندي اياها. الفكره الثانيه اللي بيهمني امرها ماده الفطور اذا كانت بيض مع برتقال صباحا، هي ماده منحفه مدره للصفراء رائعه لتغذيه الدم والحليب، وبتعمل تنحيف جدا رائع للخواصر اللي بتتعبى بفتره الحمل تماما. هلا اللي بيهمني امره لزياده نسبه عندي تنحيف الوزن بالافخاد وبالاوراك، انا بقول كثير مهم الماء والليمون، وكمان اذا حطينا له كمان ماده اسمها القرنفل، هي كثير رائعه لازاله شحوم الاوراك وهالامور هي كلها.
عملياتها. هي كثير بتدوب الاوراق بالنسبه لانه ما في غلط انه ابدا يصير في مشي صباحي وهالامور. هي السيلوليت اللي بتعاني منه الانثى في فتره الرضاع كثير بيكون كبير لانه جسمها نفس السوائل وبتبلش الجلد يلاقي طعم جديد بهالضبط ابدا. هلا اللي بيهمني امره بعرف بعد فين المشروب اللي كثير رائع للسيلوليت هو فنجان القهوة اللي نحط له معلقة قرفة. ممكن يكون مو محبب عند الكل بس رائع جدا لوصفة داخلية للسيلوليت. غير انه انا الماء والليمون من اكبر الوصفات اللي هي بترفع او بتطرد نسبة السيلوليت الظاهرة على منطقة الافخاذ. اذا بدي لخص الموضوع بكل تفاصيله انه هي تاخذ الماء الدافئ، بيضة على الصبح أو بيضتين مع بردقان، فترة الغداء يكون دجاج مع مرقته، حاسة كثافة الحليب خفت، ورق الدجاج كمان زبدية بدون ما يكون فيها كثافة مادة دهنية. الفكرة الثانية الحليب، كاسة حليب صغيرة مع معلقة جوز هند بتخلي الطفل يقبل على الحليب أكثر وبصير فترة إرضاع أكثر. تمام. عندي فترة إنه تلاحظت بعد 4 شهور لساتها ما إجت الدورة الشهرية عندها، هذا كمان بيسمنها، فينا نعطيها بعض النباتات بس بعد استشارة الطبيب لأنه ضاع فترة طويلة على نظافة بيزود الوزن جدا. فهي القصة تنتبه أنه بعد 4 شهور بدها تشق على الدورة الشهرية أنه ليش ما أجيت، لأنه هن هدول الهرمونين بيتنافسوا مع بعضهم البعض. تمام، يعني ما شاء الله استردت الدكتورة معلومات جدا قيمة. الوقت دوما هو عامل مزعج بموضوع كثافة المعلومات اللي عند حضرتك. شكرا لوجودك معنا ولنا لقاءات قادمة قريبة. بإذن الله تعالى. يسعد صباحك.